الجغرافيا كان متناولنا كلنا يعتبر، بس كان في سؤال مثلا واحد رخم بس كله كان سهل الحمد لله. يعني احنا كلنا كنا متوقعين هو هيجيب صعب فيه، عشان جابه في علمي الفيزيكس كان صعب هيعوضوا فينا احنا في الجغرافيا، بس الحمد لله يعني كان سهل. المستوى الطالب متوسط جدا يعني، غير توقعاتنا خالص. احنا كنا متوقعين ان هو هيجي صعب عشان الفيزياء وكده، بس الحمد لله يعني الحمد لله. ما هو الامتحان اصلا يعني ما فيش حاجه قريبه من المنهج، مش جاي من المنهج، بعيد عن المنهج كمان، يعني جاي تعبير عن الراي مش اكتر من كده. بس الوقت الصراحه ما كفاش، كان محتاج وقت تاني. طيب الامتحان كان حلو وسهل ومفيش اي مشاكل، عادي يعني بيعتمد على فهم وشاطر. الامتحان كان كويس جدا ومفيهوش اي حاجه، ولا صعب ولا في اي حاجه. الخريطه بس كانت تقيله علينا شويه اللي احنا بنرسمها، بس كانت جميله جدا، والارقام اللي عليها كانت سهله جدا. الامتحان كان حلو، واللي يقول الامتحان صعب ده لان انا اصلا ما ذاكرتش. كان في غش وحاجه؟ لا ما كانش في غش خالص، حتى كان حصل لواحده برده محضر جاب سبب الموبايل، بس مفيش اي غش، واللجنه كلها كانت ماسكه علينا، بس الحمد لله حلينا. لا ما كانش في غش. لا يعني في الحنين يعني مش كتير، بس الحمد لله احنا عارفين كل المعلومات، فالامتحان سهل مش صعب.